أهلا بكم. نبدأ من كلام المتحدث الأمني لوزارة الداخلية. إذن بأن أو تحت ستتم إذن محاسبة المخالفين للإجراءات القاضية بمنع جمع التبرعات وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، هذا بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى إبعاد أي وافد يثبت تورطه في ذلك. إذن يأتي القرار إنفاذا للأمر الملكي الصادر عام 2009 والقاضي بالتأكيد على التقيد بالإجراءات القاضية بمنع جمع التبرعات دون الحصول على موافقات من الجهات الرسمية. إذن وقد وجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بالتشديد في منع توزيع الكوبونات الخاصة بالأضاحي والهدي ما عدا الجهات المصرح لها بذلك، وكذلك جمع الأموال تحت ما سمي أو مسمى سقيا الحاج أو باستخدام الأجهزة الإلكترونية المتنقلة أو إقامة أي أكشاك أو مكاتب. هذا وتخصص الجهات المسؤولة في السعودية كل عام عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين لخدمة الحجاج، ووفقا لمصادر نشرت التاسعة فإن عدد رجال الأمن المشاركين في تأمين حج هذا العام يتجاوز 300 ألف رجل أمن، هذا من مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى خدمات بلدية أو خدمات بلدية وصحية متكاملة تؤمنها السعودية لضيوف الرحمن. إذن معنا من مكة المكرمة الزميل سلطان السلمي، مساك الله بالخير سلطان. سلطان، أبلغنا والمشاهدين أين تقف الآن تحديدا؟ نحن نقف الآن في نقطة النوارية وهي أحد المداخل المهمة إلى مكة المكرمة للحجاج القاصدين إلى المشاعر المقدسة، حيث نشاهد انسيابية وسلاسة كبيرة للحجاج. ممكن زميلنا محمود المصور يأخذ صورة أوسع للمكان للنقطة تحديدا ويشاهد الانسيابية الكبيرة لهذه النقطة. وبلغ عدد الحجاج حتى اليوم عبر الجو 1,300,000 حاج، وعبر المنافذ البرية 75,000 حاج، وعبر المنافذ البحرية 10,000 حاج، وبمجموع كلي 1,315,000 حاج. ودخل عبر هذه النقطة ما يقارب 15,000 حافلة بعدد حجاج بلغ 600,000 حاجة. إضافة أن هذه النقطة هي تعتبر أحد النقاط المهمة في لمداخل منطقة مكة المكرمة، حيث يوجد بها مركز لفحص السموم، مركز متكامل لفحص والتأكد من سلامة سائقي هذه الحافلات من خلال تعاطيهم لمواد مخدرة أو خلافه، لأن هنالك حرص كبير على سلامة الحجاج. هنا في نقطة النوارية يتم مراجعة أوراق الحجاج داخل الحافلات أو المركبات الصغيرة في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق، وهذا تعتبر يعني مدة ممتازة في ظل التوافد الكبير للحجاج. طب هذا حيث أنت إذن سلطان، ماذا بالنسبة لباقي التجهيزات والترتيبات التي تقام الآن في ربما منافذ أخرى لاستقبال ضيوف الرحمن هذا العام؟ بكل تأكيد تتحول منطقة مكة المكرمة، كان في جدة أو المدينة أو
أو مكة المكرمة تحديدا إلى دولة وسط دولة أخرى أو وسط مدينة، لما يوجد أن هنالك جهود كبيرة تقدم من كافة القطاعات الحكومية وكذلك القطاعات الخاصة، جميعها تجند موظفيها وعامليها لخدمة الحجاج من مختلف القطاعات، إن كان القطاعات الأمنية أو الصحية أو الخدمية أو التطوعية. نحن نشاهد في كل عام، وهذا العام بكل تأكيد سوف نشاهد في المشاعر المقدسة إن شاء الله، عمل جبار جدا يفتخر فيه، لأن الحكومة السعودية تقدم عمل بهذا الجهد الكبير. الكل هنا تحديدا شباب منطقة مكة المكرمة وتحديدا مدينة مكة المكرمة، الجميع هنا يتطوع لخدمة الحجاج. شاهدنا قبل قليل أطفال صغار وكبار في السن ونساء وكذلك بنات في مقتبل العمر يقومون بخدمة الحجاج من خلال تقديم المياه. هذا غير مستغرب، الحلويات البسيطة. أنا أشكرك يعني سلطان، وصلنا للأسف في فارق زمني بيني وبينك أكيد في الوقت. أنا أشكرك إذن زميلنا سلطان السلمي كان معنا من مكة المكرمة. إذا مشاهدينا، بلغ عدد القادمين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أكثر من نصف مليون حاج لأداء المناسك، فيما شددت وزارة الصحة في منافذ الدخول للمملكة على الإجراءات الصحية وعدم انتشار الأمراض والأوبئة لحج هذا العام. تبقى الأمراض المعدية والأوبئة أحد أهم هواجس المنظمين لأي حشود بشرية، لا سيما عندما تصل أعداد الناس للملايين كما في موسم الحج. وفي كل عام تتخذ الحكومة السعودية كافة الاحتياطات اللازمة والتي اكتسبتها عبر خبرة سنوات لضمان صحة الحجاج والتأكد من خلو موسم الحج من الأوبئة، وهو ما لمسه الحجاج وقدموا شكرهم عليه. الشرطة يعني سرعوا الإجراءات ومررنا بسهولة مطلقة، ما فيش مشاكل. تبارك الله على رجال الأمن وتبارك الله على رجال الجمارك، كانوا في حسن الضيافة وكانوا صراحة عاملونا بواحد طريقة يعني مميزة صراحة، رحبوا بنا مزيان وكان استقبال رائع جدا. كلهم بخير الحمد لله، ساعدونا بخير وجينا وعطونا الماء وعطونا هذا وتوضينا صلينا الحمد لله. 630 ألف حاج قدموا عبر هذه الصالة، راجع منهم 500,700 حاج المراكز الصحية بالمطار، وقدم لهم أكثر من 600 ممارس صحي ما يقارب 8,000 لقاح. بالنسبة للإجراءات الاحترازية يبدأ الفريق الصحي بالكشف عن الطائرات القادمة من دول الحجيج، بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية من رش الطائرات، ثم بعد ذلك الفريق الصحي الموجود في الصالات يتم التشيك على الكروت الصحية للتأكد من إعطاء التطعيمات في بلد القدوم. تصنف الحالات، إذا كانت الحالة عادية يتم توجيهه للطبيب وأخذ العلاج المختص، وإذا كانت الحالة طارئة يتم توجيهه لغرفة الطوارئ، وإذا كانت الحالة معدية يتم تحويله إلى غرفة العزل والتعامل معه مع فريق للتدخل السريع وفريق يعنى أو للتعامل مع الحالات المعدية ومدرب للتعامل مع الحالات المعدية، ويتم تحويله للمستشفى. احترازات صحية كبيرة قدمتها الجهات الصحية للتأكد من عدم انتشار الأوبئة والأمراض، وإجراءات مشددة لكنها تجعل من موسم الحج موسما خاليا من الأمراض وتضمن سلامة الجميع. من صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، نزار العلي، MBC.